الوالد قال لي في يوم أريج صيري قوية، لا تبكين وقولي لي شنو تبين. قولي اللي أنت تبين تقولينه، لا تخلين أحد يقول لك شنو اللي لازم أنت تقولينه. عشان أكون قوية فأنا ماني بحاجة لمساعدة الآخرين. ماكو إيموشنز، ماكو مشاعر، مشاعري هي مسؤوليتي. فشلت إني أكون قوية فيها. مخالف مروا فيه، عيشوا، بس ديروا بالكم يسيطر عليكم.